بكره دوام؟ ها والله انت اجازه؟ انا اجازه والله شهر اسبوعين.
والله ما اخذ اجازه في رمضان. انا مضطر انا في الصيف ما اقدر اخذ رمضان. اي صح. نقعد عشان اسم العالم رمضان من جهه ثانيه. ما انا ليه اسم العالم اخر؟ اعرف. لا انا دوام. حتى لو قلت تذكرت مره ما اقدر ما اقدر اروح احضر. لا ثاني يوم دوام. صدام صح يا خالد حسك فرصه اي والله ولا باخذهم صح اي والله خلاص يلا تعال ان شاء الله Bye-bye. Time to take your life!
Yeah.